أستمتع لما أفتح علبة جديدة من الجمال والأناقة والأنتكة، يعني هذه لو أكلها أكلتها شهي أصلا. أحط ملعقتين كبار من ماسك الفواكه، بعد زيادة لأن ما قاعدة أغرف بقلب، بعد لازم ملعقة فل. أوكي هذه تكفي. شوي جاع الزبادي، زبادي ملعقتين. التفاح بس مرة في الشهر أو مرتين بالكثير، شيء بسيط. نخلي التفاح العضوي مع الماسك عشان ينظف ولمعة بالشعر وصحة. حتى الشعر بداية جديدة، الشعر بداية جديدة. قصيت شعري تقريبا شبر، والله جد شبر. كذا نفسيا مرة كذا ارتحت، مدري ليش. فنبدأ بداية جديدة، حتى العناية بداية جديدة. هو قوامة أحطه على الفروة بفرشة طبعا، فروة الشعر، وعادي الباقي على الشعر كامل أخليه من ساعتين لين 3 ساعات، وبعدها أغسله. طبعا تغسيله يشبه شوي الحنة والسدر، ما يطلع من الشعر على طول، فأستخدم البلسم قبل. أحط لي طبعا ماسك على وجهي حق I'm sorry for my skin. اخترت حق المسام اللي هو هذا، وينظف مرة بما أنه اليوم ما في طلعة ولا شيء، ويعني ينظف الوجه. استخدم هذه الفرشة وبالتوزيع، وأهم شيء أركز على الفروة ويكون الشعر نظيف تماما، ما يكون عليه سبراي، ما يكون عليه جل، ما يكون عليه أي شيء، يعني الشعر نظيف نظيف. يفضل إني أغسله قبل مرة واحدة بشامبو عشان يكون الشعر نظيف ويستقبل كل شيء وينظفه لي من قلب. تدرون إن بنات هذه الحركة اللي أسويها كل فترة، حتى القشرة ما تطلع لي. والله أني جلست فترة تعجزت، ما صار لي خلق أسوي، بدأت تطلع لي قشرة، يعني رجعت لشعري. فلما أستمر عليه طول السنة، لو مرة في الشهر، شعري نظيف 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 تماما تماما. يا أهلا وسهلا، آخر مرة قلت لكم بحط العطور حقت رسيس، ما شاء الله آخر مرة لما حكيت عنها، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن في فئة كبيرة مرة تثق بذوقي بالعطور ويعجبها ذوقي. أنا دائما أقول المرة الأولى جربي، حسيتي أنا مو ذوقك خلاص لا عاد تاخذين على ذوقي أو ستايل اللي أحبه، وإذا ضبط معك من أول مرة فاللاين مكمل. رسيس المرة اللي راحت حطيت لكم مفضلاتي، وبعد كانت ما شاء الله تبارك الله سولد أوت مخلصة، برجع أحط لكم إياها من أول وجديد. البراند رائعة رائعة رائعة، أهم شيء أنا عندي الثبات اللي مو مبالغ فيه إنه يكتم ويصير يضايق الصدر أو شيء، فهمتوا علي؟ يعني ثبات معقول جدا ويظل، مو بس إنه ثابت وتحسين يصدع أو شيء زي كذا. أن تعرفون إن رسيس براند ما شاء الله تبارك الله سعودي على النجاح هذا، والزحمة تبارك الله دائما اللي عليه، والله جد يستاهلون. ليش؟ لأن أول شيء الثبات، الريحة، البنات يهمهم مرة إنه يكون الباكجينج، التعامل يهمهم. أول شيء يكون حتى الأسعار جدا مناسبة إنها حتى تهديها، غير كذا الباكجينج ياخذ العقل. أنا أشوف كثير بنات عندي متابعين راسلين لي راسينها هدايا صديقتها عروس، ولا لأن أسعارهم مرة زينة ويستاهل، يعني يواجع إنك تصراحة تعطينا هدية. بعد مرة مهمة، وأنا دائما أقول هذه تريحني حتى أنا كمعلن وعاجبني العطر. أوكي عاجبني أنا، بشوف تقييم العطور عليه، أدخل على العطر نفسه في الموقع، أقرأ تعليقات سواء إيجابية ولا سلبية، تشوفينها تاخذين يعني تشوفين الثبات وكذا، فتقرين أكثر من رأي. أنا لو بتسألوني عن رأيي بالعطور نفس المرة اللي راحت، ألاحظ أن البست سيلر، وأشوف البنات هم صراحة اللي أكثر شيء يكتبوا لي تعليقات عليه ويحبونه. بيوتي نمبر 1 مرة، رايك يومي صيفي شتوي، تحطينا صباح تحطينا ليل، من الروائح اللي حتى مو مكررة، ما أحسها صراحة مكررة أبدا. وبحط لكم مكونات اختياراتي 3 ان شاء الله انها تعجبكم كلكم، لان هي تقريبا اصلا التقييمات عليها مره مره عاليه.
عن رويال بنات، هذا العطر اللي الحين اقول لكم ينفع شتوي، مره ينفع شتوي نسائي رجالي، من العطور اللي مره 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 فواحه، مع بخور ولا بدونه، يعني انا امس حاطتها الحاله بدون شيء ولا حتى بخور، ريحه تاخذ العقل، وثابته ثابته مره مره ثابته، وينفع شتوي. يعني انا الحين كاختيار بختار رويال. اخر واحد اختياري كان اللي هو كلاسيك، بعد ينفع شتوي وثقيل، ريحته شوي فيها عود، مو مره عود 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 بحت، لا فيها تحس ان اضافات وزي كذا، يعني بعد من العطور الشتويه لو ترشين من كلاسيك ومع الرويال الريحه بنات ترى فخمه. يعني اللي تحب العطور الفرنسيه مو ذوقها، مو اللي تحبها، يعني اللي ما تحب العطور الثقيله مو ذوقها، يعني شتويه شتويه مره مره فخمه. جي عند عطور الشعر، اكثر اثنين يسحرون برايفت وبيلا، ونفس الشيء تعليقات عليهم، مع ان ترى العطور جديده لكن تعليقات عليها مره كثير. بيلا ريحه ورد، ريحه رايقه، تحطينها كل يوم فريش، فواحانها ياخذ العقل وثابته. انا اهم شيء عندي عطور الشعر، ما تجفف الشعر، ثابته مو ساعتين وفجاه مختفي متبخر العطر ما اشم فيه ولا شيء. وغير كذا اهم شيء ما تنشف شعري، هذه قلتها، وما تضره، لان في بعض العطور مكوناتها تضر الشعر، هذه نهائيا ما تضر الشعر، بالعكس يعني تحسين شعرك ملمسه حلو عادي، ما ياثر ولا 1%. هذا بالنسبه للبلا، يومي زهور روق مره بيعجبكم بلا، خصوصا دوامات ايام كذا تستهلكينها مره 10 من 10. برايفت هذه اختياراتي، في عطور مره كثيره، هذا اللي ذوقي اللي انا اللي اخترتهم. برايفت بنات اثقل شوي، في اثقل، بحط لكم مكوناته، يعني هذا برايفت بالراحه ليل ومناسبات، مو يومي، ما ينحط احسه يومي لانه شوي اثقل، بس تقييمي بعد لهم اثنينهم 10 من 10. قلت لكم في عطور كثيره، في مفضلات اصلا كثيره، بس انا احط فقط اللي احسه ذوقي ومزاجي، ولا براند عطور تقولي والله تكلمي عن هذا العطر، مستحيل، اصلا ما وقع عقود اذا شيء ملزومه فيه، كلها اختياراتي انا الشخصيه. ما شاء الله تبارك الله، بقولكم قد ايش مره ناجحين، وصدق ما شاء الله الله يبارك لهم. لما احط مثلا ايش رايكم بعطور رسيس، تجيني التعليق، انا عشان اعرف البراند ناجح من كميات التعليقات، خلينا نكون واقعيين، شيء مهول ما شاء الله تبارك الله، يعني ما توقف اصلا الكومنتس. كان عندهم بس اونلاين، الحين فتحوا 4 فروع عندنا بالمملكه، وقاعد يفتحون زياده، خبر، جده، ما شاء الله، يعني توسع رائع ويستاهلون. يعني وشو العرض اللي ياخذ العقل والأقوى عند رسيس حاليا؟ أي عطر ب119 ريال فقط، وغير كذا بنات تخيلوا خصم إضافي لما تحطين الكود حقي، وعد أو بكتب لكم إياه، وهذا الأول مرة يصير خصم زيادة راح يكون على العطور. طيب نجي عند التوصيل، التوصيل مجاني لما تطلبين 3 عطور، يعني أنت وصديقاتك مثلا أو أنت وخواتك، عطور الشعر ولا العطور العادية يكون مجاني.